بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في هاتين الآيتين الكريمتين يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرب عن هويته وأن يبين للدنيا أساس دعوته، فيقول له عز وجل: قل. والقرآن من أوله إلى آخره خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنزله عليه فقرأه عليه جبريل عليه السلام، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، والخطاب لها بعد خطاب نبيها صلى الله عليه وسلم. فبعضه يفتتح الله عز وجل بيا أيها الذين آمنوا، وبعضه يفتتح بيا أيها الناس، وبعضه يخاطب رسوله خاصة فيقول له: قل كذا. مما يعني أن هذا المعنى من معالم الدعوة ومن معالم هذا الدين التي ينبغي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها للأمة، كما هو شأن سائر الآيات، فيحفظوها على أنها من كتاب ربهم. وينبغي عليه أيضا أن يقول هذه المعاني في مناسبات أخرى، فهو مكلف ببلاغها كما هي كسائر آي القرآن، ومكلف بامتثال أوامرها بأن يبينها في مواطن أخرى. فإذا وجدت في القرآن قل، فمعناها قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، واعلم أن من ورائها معلما رئيسيا من معالم الدعوة ومن معالم الدين. ومن ثم فإن الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوله وأن يكرره: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. هذه القضية التي تغص بها حلوق أقوام، والتي لا يريدون للمسلمين أن يعلنوها للعالمين وأن يبينوها اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهي قضية لا تقبل المساومة ولا تقبل الجدل، ويلبس الملبسون عن عمد
بينها وبين كثير من القضايا، فيقول: إذا ما أعلنت عن اعتزازك بدينك وقلت إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، فماذا أنت فاعل بمن لم يؤمنوا بهذا الدين؟ هذه قضية وتلك أخرى، والقرآن يصدق بعضه بعضا، والذي يلتزم بدين الله عز وجل يلتزم به جملة وتفصيلا، والذي قال لنا في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، هو الذي قال لنا: ليس عليك هداهم، وهو الذي قال لنا: لا إكراه في الدين، وهو الذي قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن فلا داعي لادعاء شفقة زائفة لمحاولة طمس هوية الأمة، فليس في اعتزاز المسلم بهويته إلا مزيد من العدل والإنصاف مع الآخرين، وليس لكي أنصف الآخر أن أطمس أنا هويتي، أن أطمس أنا عنواني، أن أطمس أنا منهجي، وإنما غاية العدل والإنصاف وغاية ما نتمنى أن تتخلق به الشعوب الأخرى أنها إن أعربت عن هويتها ألا تسخر وألا تتآمر على غيرها. هذه قضية لابد أن تكون واضحة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. الإسلام هو الصراط المستقيم، كما قبل هذه الآية بآيات قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شرحها، فخط خطا مستقيما، وخط من حوله خطوطا معوجة عن يمين وعن يسار، ومما قدره الله عز وجل، وإن كان هذا ليس هو المقصود جزما، مما قدره الله أن يكون قلب العالم الإسلامي هو قلب الدنيا، ومن ثم فصارت الدنيا تنقسم إلى شرق وإلى غرب وإلى وسط حتى من الناحية الجغرافية، وإن كان بإذن الله تبارك وتعالى يأتي على الناس زمان تكون الدنيا كلها وسط وعدل وقصد وعلى الصراط المستقيم، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله زوى لي الأرض ما بين مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ولكن إلى أن تأتي هذه المرحلة فالمركز الرئيسي لانتشار الإسلام، وإن كان ينتشر في الدنيا بأسرها، هو المركز الجغرافي للدنيا. فكما وهذا مما قدره الله عز وجل توفيقا، وإلا فالكلام على الناحية المنهجية خط مستقيم ومن حوله خطوط معوجة عن يمين وعن يسار. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. والصراط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، نقطة نحن فيها وهي الدنيا، والنقطة الأخرى ما هي؟ لا يكاد يوجد في عرف الناس إلا أنه سيتكلم على أحد أمرين: السعادة في الدنيا والمجتمع الذي يعيش في سلام ورخاء وأمن وعدالة اجتماعية وغير ذلك مما تسمعون من مصطلحات، فهذا من همه الدنيا، ومن همه الآخرة، فإن النقطة الأخرى هي الآخرة، يريد الطريق المستقيم الذي يوصله إلى الجنة.
وكم من الناس، ولأنه لا يمكن أن تصل من نقطة إلى أخرى إلا بخط مستقيم واحد، عندما يتصور أنه عليه أن يختار إحدى النهايتين، عليه أن يختار الطريق المؤدي إلى مجتمع فاضل فيه ما فيه من عدالة وكذا وكذا، أو أن يختار أن يصل إلى جنة الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يقول دعونا لنتكلم على الدنيا، ويرسم ما يظنه هو خطا مستقيما يؤدي إلى تلك النتيجة التي يظنها من أنه سوف يصل إلى مجتمع يعيش في سلام وهناء إلى غير ذلك. ونحن نقول أن النقطتان عندما نتأمل نقطة واحدة، وأن الله تبارك وتعالى هو خالق الكون، وهو خالق الدنيا والآخرة، وهو الذي أخبرنا أن هناك خط مستقيم واحد من اتبعه وصل إلى السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، ومن ذهب إلى الخطوط المعوجة سواء كانت يمينا أو يسارا، وفي واقعنا الجغرافي سواء كانت شرقا أو غربا، من ذهب إليها فهو متهدد بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا هذا الذكر الذي هو قائد ذلك الصراط المستقيم، الذكر الكتاب والسنة التي تبين ذلك الصراط، هذا الذكر الذي يبين ذلك الصراط ويوضحه، من أعرض عنه لم يصل إلى الصراط المستقيم. فإذا لم يصل إلى الصراط المستقيم فسوف يتبع إحدى الطرق المعوجة عن يمين وعن شمال، فإذا اتبع أي طريق من هذه الطرق فسوف تؤدي إلى ضنك وشقاء في الدنيا، وتؤدي إلى خزي وندامة في الآخرة. وإذا قلنا أنها تؤدي إلى ضنك وشقاء في الدنيا، فينبغي على المتأمل أن ينظر للإنسان على أنه إنسان، لا على أنه دابة تريد ما لذ وطاب من الطعام، وما قوي واشتد من المركبات، وما لان من الملابس، لأن بعض الأمم قد تحقق هذا عن طريق طرق معوجة ليست هي الصراط المستقيم. ولكن هل هؤلاء حققوا لمن اتبعهم ولمن اتبع طرقهم، هل حققوا لهم السعادة والهناء في الدنيا؟ هل أشبعوا لديه الحاجة الفطرية إلى أن يكون له عون وإلى أن يكون له سند؟ هل أزالوا لديه القلق الفطري من المستقبل؟ هل أوصلوه إلى السكينة التي قال الله عز وجل في شأنها: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن فنقول مما ننفرد بتقديمه للبشرية أننا نقول لهم: إذا كنتم تتصورون وأنتم تختارون الطريق الذي سوف تسلكونه، أنكم عليكم أن تختاروا بين الدنيا والآخرة، فنحن نقول لكم: لا، بل لدينا طريق واحد هو وحده الذي فيه سعادة الدنيا، وهو وحده الذي فيه نجاة الآخرة. وهذا الطريق فيه ما فيه من قيم، وفيه ما فيه من حق، ويترك للناس حتى ما حصلته بعض الأمم التي ذكرنا أنها فشلت في أن تقدم للإنسان حلولا تخاطبه كإنسان، وإنما قدمت له أمور ربما يشترك فيها هو والحيوان. ومع هذا فأن تلك هذا الصراط المستقيم لا يمنع ممن جد واجتهد في أن يطور حياة الناس
في شأن معاشهم فإنه يستطيع أن يصل وبدرجة أيضا أسرع مما يصل بها من يسلك طريقا معوج. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، خط واحد، وانظر إلى التأكيد حتى لا يتوهم متوهم، لأن كلمة صراط مستقيم لو قال إلى صراط فقط فإن كلمة الصراط في اللغة تساوي الخط المستقيم الشديد الاستقامة. فإذا قيل صراط مستقيم فهو تأكيد بعد تأكيد، لاستقامة ما بعدها استقامة، وهدف واضح لا يقبل أبدا أن ينظر أحد إلى غيره، ليست القضية فيها تردد ولا نظر ولا أي شيء، وهو دين من عند الله. وهذه القضية لعلها مفتاح كثير من الأزمات التي تشقى البشرية من ورائها. أولا أن يكون الطريق، أن تكون المعالم الرئيسية للطريق الذي تسلكه البشرية معصومة، ليست فيها مجال للتجربة والخطأ. ربما يوجد بعض مجالات للتجربة والخطأ في التفاصيل، وأما الأصول فينبغي أن تكون طريقا مستقيما واضحا. ولا يمكن أن يدعي بشر مهما أوتي من علم ومهما أوتي من ذكاء، ولا يستطيع أن تدعي مجموعة من البشر أنها تعرف ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والذي يستطيع أن يجزم أنه يقدم الحل الأمثل والأنجع والصحيح حتى للمشكلات الحياتية فينبغي أن يكون عالما بهذا. ولا يعلم هذا إلا الرب. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، فلا يعلم هذا إلا الخالق، إلا العليم، إلا الخبير، إلا الحكيم، إلا الرب، إلا الإله، هو الذي يعلم هذا. ومن ثم ولكي يكون ملزما وإلزامه يكون ذاتيا قبل أن يكون قصريا، فإنه ينبغي أن يكون دينا ملزما لمن يتبعه. هذه القضية. فهكذا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرب للبشرية عن رسالته وعن دعوته، وأن من يؤمن بها فينبغي عليه، فأولى أبجديات هذا الإيمان أنه يعرف أن هذا دين قيم آت من عند الرب العليم الحكيم، وأنه وحده هو الصراط المستقيم، وأنه هو الذي أوحاه الله عز وجل إلى جميع أنبيائه ورسله من حيث الأصل، وإن اختلفت التفاصيل، وخص الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بالذكر ونسب إليه هذه الملة في غير ما موضع من كتابه لما قدم وبذل في سبيل إعلاء دعوة التوحيد. وأكد الله عز وجل على أن الذي هداه ربه إلى هذا الصراط المستقيم عليه أن يكون واضحا تمام الوضوح. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وما كان منهم في شيء، لا هو معهم ولا هو يتصف بأخلاقهم ولا صفاتهم ولا يشابههم في شيء منها، فمن تشبه بقوم فهو منهم. ونحن دائما ولأننا ابتلينا بقوم لا يكادون يفقهون الخطاب العربي، أو أنهم يدعون ذلك، فنقول لهم على رصدكم عندما تسمعون كلام الله تبارك وتعالى ثقوا أنه كلام الرب،
ثقوا أنه كلام الله، فإذا استشكلتم فيه شيئا فردوه إلى عالمه. القضية هنا البراءة من الشرك كمنهج، البراءة من أخلاق المشركين وعاداتهم، وليس في هذا منهج التعامل معهم فهو مبين في آيات أخرى، وليس في هذا جواز الاستفادة مما عندهم مما لا يتصادم مع هذا الصراط المستقيم فهو مبين في نصوص أخرى. فحبذا لو كان هؤلاء الذين استعجمت قلوبهم وربما ألسنتهم وأدمغتهم أن يحسنوا الفهم عن كتاب الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصابون بتلك الفوبيا التي تصيبهم كلما سمعوا شيئا من هذه الآيات البينات، فيصرد عليك أسئلة ليس هذا محلها وليس فيها ما يتعارض مع ذلك. نحن أمة لنا هويتها ولنا شعارها ولنا منهجها، لنا عقيدتنا ولنا شريعتنا ولنا آدابنا ولنا أخلاقنا، لا يمكن أبدا أن نرضى أو نداهن أو نهادن في قضية التوحيد، لا يمكن أبدا أن نرضى أن ننزل بأخلاقنا التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إلى أن نرضى بالأخلاق النفعية التي تتبدل من عام إلى عام بل من يوم إلى آخر. فهذا دستور الأخلاق عند الأقوام الأخرى، وما كان من المشركين وما أنا من المشركين، لست منهم لا في عقائدهم ولا آدابهم ولا أخلاقهم. وأما ما يستوي فيه المسلم والكافر من معايش الدنيا فليس هذا مجال ذكرها، لا يمكن لنا حتى وإن اضطررنا يوما ما أن ننقل عنهم طبا أو هندسة أو نشتري منهم منتج قد صنعوه أو غير ذلك، أننا نقدم ثمنا لهذا، نقدم ثمن هذا من نقودنا. ونحن أيضا نلوم أنفسنا أننا تركنا هذا المجال، ولكن على أي إذا قدمنا ثمنا له من أموالنا فلا ينبغي أبدا أن نقدم ثمنا له من عقائدنا، أن نقدم ثمنا له من آدابنا، أن نقدم ثمنا له من أخلاقنا، أن نقدم ثمنا له من هويتنا. فكان هذا هو العنوان الذي أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبينه للخلق أجمعين. ثم بين له هذا الدين، هذا الدين القيم الذي أوحاه الله عز وجل بأصله إلى جميع الأنبياء والمرسلين، ثم اختلفت فروعه حتى تمت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكرر له قل مرة ثانية، وهذا تنبيه آخر أن هذا الأمر في غاية الأهمية، وأنه سيبلغك بهذه الألفاظ آية في كتاب الله، وسيبلغك عشرات المرات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربه عز وجل قال له قل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن وكأن السائل سوف يقول وعما يتحدث ذلك الدين، لأن وهذا خلل لن نسأم من بيانه، لأن المخالفون لم يسأموا من تكراره، وهو أنهم يأخذون دينا ما فيجعلونه نموذج للأديان كلها. هل نحن آمنا بهذا الدين الذي يحيلوننا إليه؟ يقولون الدين علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، الدين محصور داخل دور العبادة، الدين علاقة روحية. أي دين؟ يتكلمون عن الإسلام أم عن البوذية أم عن الهندوسية أم عن النصرانية؟ هل كل هذه الأديان لها سمات واحدة ولها خصائص واحدة ولها موضوعات واحدة؟
إذن لا يوجد قضية تسمى أن يأتي أحد فيقرر لنا الدين كذا، لا علاقة بين الدين والسياسة، أو هناك علاقة بين الدين والسياسة. هذه قضية خطأ برمتها، لأنك لا يمكن أن تصدر حكما عاما على جميع الأديان. قل لي عن الإسلام فأقول لك أن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي. هذا جانب الصلاة والذبح، وقد تستخدم كلمة النسك بمعنى الذبح أو بمعنى العبادة بصفة عامة، ومنه يقول الناس مناسك الصلاة، مناسك الحج، مناسك كذا. فإما أن يقال إن اللفظ عام في كلمة نسك فيشمل جميع العبادات، أو على الأقل ضرب المثل بعبادات من أكثر العبادات التي تقع من الناس عموما لمن يعبدون. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا الدين من قواعده أن يصرف هذه العبادة لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي إلى آخر الآية لله رب العالمين. فإذا هذه القضية الأولى، بيان أن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. قد يهلل المهللون هنا ويقولون هذا ما نريد، الدين علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، أنت تصلي لله، تذبح لله، تصوم لله، ونحن معك نصوم ونصلي ونحج ونعتمر. نقول نعم، ولكن أكمل هذه الآية فضلا عن غيرها. قل إن صلاتي ونسكي ثم ومحياي ومماتي. محياي تشمل الحياة كلها، فكما أنك تصلي لله وتذبح لله وتحج لله ولا تصلي إلا وفق شرع الله، فكذا أيضا ينبغي أن تكون الحياة، بل والممات. وهذا ليس من باب المبالغة فحسب، بل من باب التأدب بأدب العبودية، بمعنى أن العبد عليه في حياته أن يوصي ألا يفعل به بعد مماته إلا ما يوافق الشرع. وعليه إذا غلب على ظني أو شك أن المحيطين به يجهلون شيئا من الشرع أو يتعمدون مخالفة فيما يتعلق بتجهيز الميت وفيما يتعلق بتوزيع تركته إلى آخر الأمور التي تتعلق بالإنسان بعد مماته، أن يتبرأ منها في حياته، وأن يبين له أنه بريء من النائحة، وبريء من كذا، وبريء إلى ما يعرفه أنه ربما يفعله المحيطون به مما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. القضية عندنا أعمق بكثير مما يتصوره هؤلاء، أن الدين علاقة روحية بين العبد وبين ربه، أن الدين تذهب إلى دور العبادة مرة في الأسبوع، لدرجة أن أحد الذين أعدوا ما يسمى بمشروع قانون دور العبادة الموحد، والحمد لله أنه ذهب ذكره، وبإذن الله يذهب ذكر جميع القرارات والبيانات التي تخالف هوية الأمة، طالما أن الأمة مستيقظة كأنه لا يدري أن دين المسلمين في 5 صلوات في اليوم والليل، وكأنه لا يدري أن من شعائر المسلمين صلاة الجماعة، وأن المسلم يحتاج أن ينزل من بيته أو من عمله 5 مرات في اليوم والليلة يصلي في جماعة. فيقول ينبغي أن تكون المسافة بين دور العبادة، بين دار العبادة والأخرى التي من جنسها لا تقل عن 1 كيلو. ثم بعد ذلك أين يعني هذا، هل هذا يتصور هذا الذي يضع أنه حيكون أقرب مسافة بين مسجدين 1 كيلو، هل يتصور هذا أن هناك 5 صلوات في اليوم والليلة؟ هل عنده تصور أن هذه الصلاة ينبغي أن تؤدى في جماعة، أنها شعيرة من شعائر المسلمين، بغض النظر عن حتى من يقول بأن صلاة الجماعة غير واجبة على الأفراد، ولكن في الجملة هذه من فروض الكفايات على الأقل أو من سننها التي هي مظهر هوية الأمة. انظر كيف يتم العبث. إذن
هذا الشرط لو افترض أنه استطاع صاحبه أن يمرره فسوف يأتي علينا زمان فنكون كغيرنا من الأمم، نضطر أن نعدل ديننا إلى دين غيرنا. أننا لدينا صلاة أسبوعية هي فقط التي نستطيع أن نصليها، فإذا أضفت الشرط الآخر الذي وضعه بجانبي ألا تقل المسافة مساحة المسجد عن 1000 متر مربع، وهذه لا تكاد توجد في معظم المدن إلا على مسافات متباعدة جدا، سوف يأتي علينا زمان كما أتى على غيرنا أنه ممكن هذه الصلاة الأسبوعية يؤديها مرة في العام، مع أنها صلاة أسبوعية ينظم رحلة مرة إلى دار عبادته. هذا هو مفهومهم للدين. لماذا تريدون أن تفرضوه علينا؟ ديننا حتى فيما تسمونه أنتم بالصلة الخاصة بين العبد وبين ربه، هذه الصلة القدر الواجب منها 5 مرات في اليوم والليلة في جماعة، لأننا أمة لا نتكلم عن أفراد وشراذم كما يريدونهم أو كما يزعمون، مع أنهم في واقع الأمر إذا أتوا إلى الأمور الاستراتيجية الكبرى تعاملوا على أنهم أمة. وأما الليبرالية والفوضوية فتصدر لنا على أنها منهج لا يقبل أن ينقض ولو في أي جزئية. نعم عندنا دين، من مقومات هذا الدين أن الفرد قائم بذاته سيحاسب وحده، فهذا هو اعتبار ذاتية الفرد، ليست كالمناهج الشرقية التي تجعل الفرد يذوب في الأمة فلا يكون له كيان. إن كان ذلك الفرد له مزيد عبادة أو عمل أو إنفاق أو علم، كل هذا له أو عليه وحده، ولكنه مكلف أن يوظف تلك الطاقات في الأمة، وهذا ما يعبر عنه بعبارة واضحة صلاة الجماعة. فكل إنسان سوف يحاسب عن صلاته وحده، هل أتمها أم لم يتمها، ولكن من جملة ما يطلب منه أن يكون أداءه لصلاته بجوار إخوانه. هذا شرع الله وطريقة التنظيم التي أمرنا أن ننظم بها المجتمع، فنقتبسها من صلاتنا لا من تفكير غيرنا. فإذا القضية قل إن صلاتي ونسكي، هذه قضية العبادة. ثم ومحياي ومماتي، المحيا والممات ينبغي أن يكون وفق شرع الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا التنظيم الشرعي للمحيا والممات، وهذا ما نؤكده مرارا وتكرارا حتى أيضا لا يدعون ما يدعونه من التباس الفهم، ولا ندري هل الخلل في العقول أم في القلوب أم فيهما معا، أن ما بينه الله تبارك وتعالى من المحيا الذي ينبغي أن تكون عليه تركت فيه مساحة كبيرة لكي تتغير بتغير الزمان والمكان. هذا طارة يقولونه بصيغة الذم، وطارة يقولون بصيغة الشكوى، كيف سوف يحكم فينا شرع كان في غير زماننا وفي مشكلات غير مشكلاتنا. ثم ترى مرة أخرى يقولون وهل التشريع الإسلامي في أبواب الاقتصاد والاجتماع وغيرها فيه كل هذه التفاصيل؟ فنقول مجموع هذين السؤالين يعطيان الإجابة. هناك قواعد عامة صالحة بل واجبة التطبيق في كل زمان ومكان، وهناك مساحة متروكة للاجتهاد والتجربة البشرية بالقدر الذي يتغير بتغير الزمان والمكان. من الذي فصل بين الثابت الذي لن يتغير وبين المتغير؟ خالق الزمان والمكان، وليس رجل أو مجموعة من البشر يخطئون أكثر مما يصيبون. فكل ما وجدته من تشريع إلهي في جوانب المعاملات وتنظيم المجتمع فاعلم أنه من الثابت الذي يحتاج إليه كل مجتمع، وما لم تجده موجودا بتفاصيله فاعلم أنه مما ترك للناس فيه
أن يبذلوا جهدهم ووسعهم في أن يصلوا إلى أمثل الحلول التي تناسبهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليهم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن البعض حينما يظهر خلاف ما يبطن، وحينما يسلم قياده إلى غيره، فإنه يقع في متناقضات تسخر منها العقول. ومن هذا أن بعضهم يخجل من أن يصرح بهويته الإسلامية، أو يقول كما قال القائل يوما: نخشى أن تصيبنا دائرة. فهو يخشى ممن يكرهون تلك الهوية، فأتى بالعجب العجاب مما لا مثيل له في لغة ولا منطق ولا قانون ولا دستور ولا شيء من ذلك البت، حيث قال قائلهم: إن هويتنا هي الهوية المصرية. وهذا يذكرنا بأنه في أوقات ضعف وانحطاط وجد بعض شعراء السفاهة والسذاجة، فكانوا يأتون بجمل مبتدأها هو خبرها، فيقولون: الأرض أرض والسماء سماء والبحر بحر والهواء هواء. وهذا وعلى هذه الشاكلة كانت هناك أشعار وقصائد طوال يتغنى بها الناس، فكأن ذاك العبقري قد وقع على قصيدة من تلك القصائد، فسئل عن الهوية المصرية فقال: هي هوية المصري. وهذا لو أنه قال أنه يخشى أن تصيبه دائرة، أو أنه قال كذا وكذا، أو أنه ادعى أي ادعاء آخر، لكان أهون من هذه السقطة اللغوية المنطقية التي لا يمكن أن يأتي بها أحد. نقول: ما هي الهوية المصرية؟ تقول: هي المصرية. فهل هذه إجابة؟ الهوية المصرية هوية ذلك الشعب الذي يشكل المسلمون فيه 95%. هل هؤلاء مع توحيد الله تبارك وتعالى الذي يتضمن الأمر بمعاملة المخالفين بالعدل والإحسان، هل هؤلاء يريدون أن تبنى فيهم المساجد أم يريدون كدول لها هوية؟ قالوا: المآذن تخدش هويتنا. نحن من هذه الدول أم من تلك الدول؟ هل نحن عضو في جامعة الدول العربية أم أننا نترفع على ذلك؟ هل أننا عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي أم أننا لا شأن لنا بالعالم الإسلامي؟ هل إذا وقعت مشكلة في بلد إسلامي قلنا أن هذا كما يسمونهم في لغة السياسة البلد الشقيق، أم أنه هو أحد البلاد التي في الدنيا شأنها شأن أي بلد آخر؟ الإجابة لا تحتاج إلى هذه الدرجة من التذاكي الذي يصل إلى هذا الحد العجيب، بأن يكون الإجابة على شيء بأن يكون الخبر هو عين المبتدأ. نقول: نحن نسأل عن الهوية المصرية، هل الأمة المصرية، هل الدولة المصرية إحدى الدول الإسلامية أم إحدى الدول الأوروبية التي ترفع الصليب على علمها؟ هناك 8 دول أوروبية تضع الصليب على العلم، فهل هل نحن مع هذه الدول في هذه الهوية، ولا أما نحن لنا هوية أخرى؟ هناك دول تمنع المآذن، هناك دول تمنع النقاب، هناك دول تمنع الحجاب. تقول: هذا يخل بهوية هذه الدول. طيب ما أين نحن من ذلك كله؟ نحن فإذا القضية في غاية الوضوح. من يخجل مع أنه مسلم؟ وكما ذكرنا دائما سوف يتطرس كل أحد بأنه يصلي كما نصلي ويصوم كما نصوم.
هذه لا 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 يعني لا ندعي أننا نحتكر الدين أو أننا وحدنا الذين نصلي أو وحدنا الذين نصوم، ولكن نقول هذا هو ديننا. يعني لا، إذا أنت صليت الليل والنهار كله ثم صادمت هويتنا وخجلت من إعلانها، ماذا ينفعنا من صلاتك وماذا ينفعنا من صيامك؟ إذا أنت حكمت فينا غير شرع ربنا، ماذا ينفعنا من انتسابك لهذا الدين أو ما تفعل أنت من صلاة أو صيام أو غيرها؟ قضية، هذه القضية قضية تخالف العقل، تخالف المنطق، تخالف قواعد اللغة. أجب بأن يكون الخبر شيء غير المبتدأ. تقول الهوية المصرية، سميها هوية إسلامية. تخجل من هذه، اعلن صراحة أنت ضد هذه الهوية الإسلامية. هوية مصر هوية علمانية، يعلن للناس حتى يدرك الناس ماذا يريد. هوية لا تجعل أن هناك دينا أصليا للبلاد، ثم إذا كان هذا هو المراد وأنت تشغل منصبا تنفيذيا، عندما شغلته حلفت بالولاء للدستور الذي يقول الإسلام دين الدولة. هذه العبارة موجودة في دستور 1923 الذي صنع في ظل الملكية والاحتلال الإنجليزي. الإسلام دين الدولة. الآن يوجد من ينازع في هذا. نحن دولة لها هوية، هويتنا في غاية الوضوح، دولة إسلامية. مظاهر هذه الهوية أننا جزء من العالم الإسلامي، نتفاعل مع مشكلاته أكثر مما نتفاعل مع أي مشكلة أخرى. أننا ينبغي أن تكون شوارعنا معبرة عن هذه الهوية، ينبغي أن تكون مساجدنا في أن تشرف الدولة على بناء المساجد. هل من المعقول أن نصلي في الشوارع والطرقات ويوجد من يتكلم عن دور العبادة لغير المسلمين ودور عبادتهم تكفيهم وزيادة؟ لا، ليس افتعال مشكلة أن هناك ظلم واضطهاد. من المضطهد؟ من الذي يصلي على الرصيف؟ من الذي لا يجد مكانا يؤدي فيه عبادته؟ من الذي يراد أن يصنع له قانون يمنعه من أن يصلي الخمس صلوات في جماعة كما أمره الله تبارك وتعالى؟ هذه هويتنا إسلامية، أي أننا دولة إسلامية، أننا نحكم شرع الله تبارك وتعالى. أنك إذا سرت في الطريق تجد المساجد كافية لمن يريد أن يصلي، تجد الأخلاق الإسلامية معلنة، تجد إنكار أي شيء يخالف الخلق الإسلامي. هذه هي الهوية الإسلامية. عليهم أن يكونوا على جميع الموجودين على الساحة الآن أن يعبر عن رأيه في غاية الوضوح وأن لا يخدع الناس. وإذا تولى منصبا تنفيذيا وهو يعترض على المبدأ الذي تولى باسمه والذي يقول أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيها، فالخلق ومبادئ السياسة الغربية التي يراد لها أن تطبق يقول أن من الشرف والأمانة أن يستقيل من منصبه لأنه ليس وفيا لهذا الدستور الذي تولى باسمه، وليجلس في مقاعد المعارضة يقول للناس يا أيها الناس لا نريد أن يكون الإسلام هو دين الدولة، يا أيها الناس لا نريد للشريعة الإسلامية أن تكون هي المصدر التشريع، يا أيها الناس نحن دولة بلا هوية، نحن دولة ليست دولة إسلامية ولا دولة عربية. البعض يقول هويتنا إفريقية، يعلن هذا يوضحه، لا داعي للخداع ولا داعي للاستمرار في هذا المسلسل العجيب الذي نسمعه كل يوم. يبين للناس أنه يريد ذلك، ولينظر ماذا سينتظر من الناس وماذا سيكتب التاريخ في حقه. فهذه القضية. نحن قلنا أن الهوية الإسلامية في خطر، فقالوا أنتم تفتعلون أزمات، ومن الذي يستطيع أن يتكلم عن الهوية؟ وبعدها بأيام يأتي من دوره أن يمثل المصريين جميعا ومنهم 95% مسلمون ليقول هويتنا هوية مصرية، ويا ليته استطاع أن يعبر بشيء، لأن هذه جملة خالية من المضمون. نرجو من أصحابها أن يتوبوا عنها من حيث اللغة والمنطق ابتداء، ثم ننظر عندما يتراجعوا عنها ويقولون لنا جملة ذات معنى.
هل سيقولون لنا أن مصر دولة إسلامية الهوية أم سيخترعون لنا هوية أخرى؟ ونترك للناس ثم للتاريخ ثم فوق ذلك كله لله رب العالمين أن يعامل كل منهم بما يستحقهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر المسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.